لدرجته وتسأل سؤال ثاني وتعطيني. ألف مبروك 100 نقطة. اشكرك. قولي شنو نتائجه؟ هذا سؤال ثاني. هذا الصوت وين؟ هل في يوم تمنيت انك تموت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اموت؟ ايه، شو السبب؟ كنت متضايق جدا، مرة جدا. هل أعرف السبب؟ سبب سؤال ثاني. سألتني هل تمنيت أن تموت؟ جاوبتك إيه. السبب سؤال ثاني أخذ عليه درجة، معني جاوبتك قلت لك كنت متضايق جدا. متضايق من شنو؟ لا في تكمل للسؤال. الإجابة هل تمنيت أنك تموت؟ جاوبتك قلت لك إيه، صح؟ الشق الثاني أو تكون درجته أكبر 200%. هذه مسابقتك مو مسابقتي، أنت اللي حطيت القوانين. الشق الثاني من السؤال وش السبب اللي خلاك توصل لهالمرحلة إنك تبي تغادر الحياة؟ قلت لك كنت متضايق، تبي السبب التفصيلي يعني؟ السبب التفصيلي؟ إذا تبي تعتذر تقدر تعتذر، إذا ما تبي تعتذر خذ راحتك. ترى قديمة السالفة هذه، قبل تقريبا 15 14 سنة يعني. ما في مشكلة. لوفاة أحد الأقارب كذا. أنا كذا عرفت. كان عزيز عليك مرة. جدا. ألف مبروك لك 100 نقطة. شكرا. الآن بقي لك 3 أسئلة، كل سؤال فيها 100 نقطة. سأل أسئلة نستفيد كلنا يا أخي. الثلاث أسئلة صعبة كلها، هل تبي نسألها؟ صعبة جدا جدا جدا. طول ما أنت تسأل أنا لي حق الإجابة وحق الامتناع، صح؟ فطبعا ما عندي مشكلة إني أسمع السؤال، بس عندي مشكلة في الإجابة على السؤال، هني الفرق يعني. 3 أسئلة صعبة جدا، هل تمتنع من إني أسألك إياهم ولا تبيني أسألك إياهم؟ ترى فيها إحراج كبير قدام المشاهدين ويشوفونك، إذا قلت لي سألني راح أسألك، وإذا قلت لي امتنع راح أمتنع. لا تفضل. لا 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 لا، شوف هي المسألة مش قد أنا اني اقول لك تفضل واني قوي وهذا، لا تفضل اني صار بخاطري اسمع السؤال كذلك الاجابه يعني كيف هي اسرار جايه. هي اسرار، 3 اسرار جايه من اصدقاء لك ومن ناس يحبونك. خايف اسالك السؤال وتتغير ملامح وجهك. 3 اسئله، كل الاسئله اللي طافت كلها اسئله حق الضحك. 3 اسئله. تمنيت انك تموت حق ضحك؟ شو تمنيت انك تعيش حق شنو يا رجال؟ اسال.
من دقة والله. أنا أقول لك تقدر إنك تقول لا تسألني ثلاث أسئلة وأنا ناصح لك. أوكي لا تسألني ثلاث أسئلة. صح هي أسئلة أنا بن دعيرم يعني هي قوية والله صدق يعني أنا بس يعني أنا أقولك إلى الآن أقولك هل تبين أسألك ولا ما تبين أسألك وأنت فاهم الكلام اللي جالس أقوله في داخلك عادي حط رجل على رجل لا تمام لك يعني صدراتي تفضل اسأل ثلاث أسئلة نعم بس ما أذكر السبب كله يا ابن دعير نعم راح أفصل المسألة كلها تفصل هي ثلاث مسائل وانت عارف الكلام اللي يقوله لك انت ما سألت انا ما بعد أسأل بس يمينا بالله ان سألت بتقع في إحراج طول الأيام هذه طول الأيام انت عارف الكلام اللي جالس اقوله ايه في اسئله تقدر تقول لي والله انا عندي الاسئله كلها قلتها لك حلو وخيرت قلت لك اقول لك ولا ما اقول لك حتى في اسئله قلت لك عنها قلت لك انه ترى يا ابن دعيرم ترى الاسئله هذه تقدر تجاوب فيها هل في اسئله ما تقدر تجاوب فيها انا والله شوف اعتقد يا ورجيق انه مهما سالت مهما بلغت قوه السؤال مستحيل تضرني على الصعيد الشخصي أو صعيد هي لأنها أنا حطيتها ثلاث أسئلة أخيرة لأنها ها ليش تضحك؟ ترى ما يضحك الطاقية السوداء هو يعني أنا الموضوع عندك أنا إلى الآن جالس أقول لك ما أنت ما تبي إجابات مختصرة أنا على فكرة مو حافظ السالفة مكتوبات لي وموجودة في الجوال حتى قاعد ماسك الجوال من ناس أنت يعني تكي عليهم والاسم ما يخطر على بالك لأني حاط المسألة هذه قبل مجهزة من قبل مجهزة من قبل وعطوني عليها اسأل علاقتك مع سيارة كوزي مثل علاقة ربيع بالسامبا البرازيلي علاقتك مع سيارة كوزي تبي سالفة تفصيلية يعني ولا أنا سؤالي واضح. إيه أوكي تبيني أجاوبك إجابة تفصيلية ولا أقول لك شنو العلاقة؟ أبي إجابة. تبي إجابة بس. هل هو استقبال؟ لا لا. أم سلطة زايدة؟ لا لا لا. أجاوبك الحين. أوكي. أنا بطلع الموعدي في المستشفى. أمس. السائق يجي الساعة 2:00. وموعدي الساعة 3:00. وانا دايم اذا جيت اطلع على الموعد المستشفى اخذ سياره صالح مكسر وام صالح مكسر كان طالع حلو يعني يدريك ما كان يدري قلت بركب ويا سياره كوزي وكان البث على على المطبخ قلت ما حد راح يشوفني انا ما اخذ الاذن مسبقا اني راح اطلع امس بس كيف وسيله النقل انا ما حد له شغل كيف اروح مع سياره كوزي طلعت يسارة كوزي شو المشكلة؟ ما في لا قرار لا إحياء منع الشيء هذا ولا أنا طالع يا صاحب السيارة مش طالع يا ومين قال شيء هذا القرارات أنتم تتخذونها من رأسكم؟ إيه ما حد يفرض علي شلون أروح المستوصف؟ لو أروح ماشي عندك مشكلة؟ ما عندك مشكلة
ليه ما في مشكلة؟ إذا رحت مشي؟ ليش تعني أني أنا أروح مشي؟ في سيارة تجيك وتاخذك. راح يطوفني الموعد. أوكي، في سيارة تجيك وتاخذك. أوكي. أنت معطيهم. أوكي راح يطوفني. من قبل. خبر إيه معطيهم. خبر. إيه. بس ما يصلح إني أقول إنك تهورت. وين نعط أشر إلى نقطة التهور؟ شو المشكلة إذا ركبت يا تاكسي؟ في عندك مشكلة؟ طبعاً في مشكلة. شنو؟ وقعت بالوقت الفوضي. شو المشكلة إذا رحت يا تاكسي؟ ما في مشكلة. شو المشكلة إذا رحت يا كوزي؟ ما في مشكلة. الشباب كانوا مجهزين لك سيارة تاخذك؟ لا ما كانت موجودة السيارة. ما كانت موجودة السيارة. إذا بتفصل فيها راح أضر ناس في ال... ما فيها فصل فيها ولا شيء. فصل فيها ما كانت موجودة السيارة. إلا موجودة. لا والله ما كانت موجودة. لو كانت موجودة رايح بالسيارة. إيش علاقتي قاعد يقدر الضغط ورا؟ وليش طالع مع السيارة هذه؟ شا أسوي؟ لازم أوصل موعد. تخيل إن نزلني لباب التخصص بيض الله وجهه. علاقة رضيع بسام بالبرج نام. هل في شخص محمد بن ديرم ينزعج إذا ظهر معه في البرنامج الأصفر سناب شات؟ أوبا أنزعج؟ إيه في البرنامج الأصفر. إيه من الشخص؟ يعني أقول اسمه عادي؟ تبين أقول اسمه؟ قلت اسمه. ليش تنزعج من الظهور معه؟ يا أخي كلامه مبتذل سطحي. أنا ما أحب سطحي، أحب الناس اللي يفهمك بسرعة. زد على ذلك ما عنده زلوف. تخيل تطلع أي شخص ما عنده زلوف. أوف شكرا. زلف ما فيه. تبين أذكر اسمه؟ أذكره زي السلام عليكم، ولا أشوفه ولا أرى شيء. يبدأ بحرف السعيد السين. يبدأ بحرف السين. 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 بدون ذكر أسامي. إيه. خلينا نشوف جمهورك محمد. باقي سؤال ها؟ باقي سؤال. إيه. باقي ثلاثة أسئلة وسألت سؤالين. لا هذا مو مع الأسئلة الثلاثة. ها شنو هذا؟ هذا أسئلة جانبية غير الأسئلة الثلاثة. ما شلون؟ إلى الحين ما سألت الأسئلة الثلاثة. إيش دعوة؟ كيف تستد التحقيق بس؟ خلينا نشوف جمهورك. باقي 10 دقائق على الأذان. جمهور محمد إذا في سؤال تبون تسألونه محمد. جمهور يطرق الوجه. كلمة الجمهور مو حلوة. الداعمين أو المشجعين. تحس إن هذا الصح. الجمهور يمكن اللي حضر المباراة يشجع الفريقين فيكون متنازع. الجمهور تكون بالصفة بس اللي يشجع الجمهور مشجع والداعم. هل بن دعيرم شخصية صريحة ولا في أشياء تخفيها
داخلك وتجامل فيها؟ على حسب مفهوم الصراحة. الصراحة في بعض المواضع حمق، حماقة، تعتبر حماقة. يعني انك تشوف الموضوع هل يستحق ان يكون صراحة او ما يستحق ان يكون تستخدم الصراحة. فبالغالب اني صريح عندما تستدعي المسألة الصراحة. حلو، جميل. هذا السؤال جانبي بعد واضح، مع أن السؤال جمهور. ألف مبروك 300 نقطة. 300 نقطة؟ 300 نقطة؟ ها؟ اي نعم. اشكرك، خليتك تقول عشان تثبتها. ضيع، قم قم، خذينا 300 نقطة ببلاش. قم ولا ما تعال على الكرسي الاعتراف. تبيني ابو رزق؟ اي امانة سريع، خلنا نقيد تك. 10 9 ترى ما يعد 4 6 3 1 8 شوف اخلصت واسئلتك. أمور سلامات. انت صافطيني مع المناخ؟ انت راقدهم ليش صافطيني؟ عطني لمباتي تاك. زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد. حكايات لا تنتهي.